السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ معانا دلوقتي موضوع خفيف كده وسريع اسمه الانتر ماسكولار سبيسز. الانتر ماسكولار سبيسز هتلاقوه موجودة في صفحة 16 و17 في الكتاب. انتر ماسكولار سبيسز يعني المناطق ما بين العضلات. العضلات بتاعة الشولدر بتعمل ما بينها مناطق. بص كده للرسمة الطبيعية اللي احنا بنرسمها عادة. الاسكابيولا وهذا الشولدر جوينت، الليسر تيبروستي، الجريتر تيبروستي، وبينهم البايسيبيتال جروف. هرسم شوية عضلات كده، حد يقول لي ايه العضلات دي؟ من الرسم من انتيرير سب سكابولاريز موسل دي سب سكابولاريز طب دي تيريز ميجور. طيب في عضلة أنا هرسمها دلوقتي، هي مش المفروض إن احنا لسه مخدناهاش بس هتقابلنا قدام إن شاء الله. ده الجلينويد كافيتي صح؟ بيسموا المنطقة اللي تحت دي انفرا جلينويد والجزء اللي فوق ده سوبرا جلينويد. يبقى الحتة اللي تحت دي اسمها ايه؟ اسمها الانفرا دي كده انفرا جلينويد، ومن ناحية عالية ممكن نقول عليها تيوبركل. الانفرا جلينويد تيوبركل بيطلع منها جزء من العضلة ثلاثية الرؤوس اللي احنا هناخدها في الأرم إن شاء الله اللي اسمها الترايسبس. بيطلع منها ايه بقى من الترايسبس دي؟ بيطلع منها هيد اوف تراي سيبس. احنا عارفين احنا عندنا فيه ثلاثة هيدز للترايسبس. الهيد اللي بتطلع من هنا اللونج هيد، بص شكلها هيبقى عامل ازاي كده لما تطلع. ودي الترايسبس طبعا هي ورا، فانا هعملها منقطة كده. دي العضلة اللي اسمها الترايسبس ودي اللونج هيد بتاعته. كويس، بصوا كده بقى ظهر قدامي ايه. ظهر قدامي منطقة شب مربعة هنا، يسموا المنطقة دي كواد رانجيولار سبيس. وظهر عندي منطقة هنا تقريبا مثلثة يسموها الأبر دي أبر تريانجولار سبيس. وظهر عندي منطقة برضو مثلثة هنا كده، المنطقة دي فيسموا المنطقة دي لور تريانجولار سبيس. معلش أنا عايز أرسم الرسمة دي من ورا عشان أشوف العضلات اللي بتحدهم من ورا. كروميون سباين سوبرا سكابولار نوتش جلينويد كافيتي الاسكابيول. اليومرس دي الجريتر تيوبروستي، وكان في عليها الثلاثة امبريشنز، دول الثلاثة امبريشنز.
ايه العضلة دي؟ اللي كان بتمسك في الميدل امبريشن الانفراسباينيتس انفرا سباينيتس. طيب كان في عضلة صغيرة كده بسيطة لذيذة تمسك اللور امبريشن، كنا بنسميها ايه العضلة دي؟ ايوه التيريز ماينور. امال التيريز ميجور؟ ادي التيريز ميجور. كويس كده، لو نكبر التيريز ماينور شوي بالشكل ده، دي تيريز ماينور ودي تيريز ميجور. دي تيريز ميجور. طيب العضلة اللي احنا رسمناها من قدام وقلنا ان هي بتاعت الترايسبس اللي موجودة في البوستيريور سيرفيس اهي، ولا الترايسبس بقى دي long head of triceps. كده احنا بقى نقدر نتكلم على الانتر موسكولار سبيسز. عندنا ده الكوادرانجولار سبيس، المنطقة المربعة، الابر تريانجولار سبيس، اللور تريانجولار سبيس. اعتقد مفيش حاجة اسهل من كده. نبص بقى على الباوندريز. اي سبيس هتكلم على الباوندريز يعني الحدود بتاعتها، وهتكلم على الكونتنت الحاجات اللي موجوده فيها. نتكلم على الباوندريز بتاعهم كلهم الاول، وبعد كده نتكلم على الكونتنت براحتنا. الباوندريز بتاعت الكوادرانجولار سبيس اول حاجه اكيد في لها اور باوندري، لور باوندري، ميديال باوندري، ولاترال باوندري. من اللي انتم شايفينه كده الاور باوندري بتاعها من الانتيريور عليه ايه؟ السبسكابولاريز ماسل والشولدر جوينت الكبسول بتاعه. طب من البوستيرور عليه ايه؟ التيريز ماينور والانفراسباينيتس والكبسول بتاع الشولدر جوينت. كده احنا اتكلمنا على الابر باوندري. طيب بالنسبه لللور باوندري، والله سواء كانت انتيرور او بوستيرور هي العضله اللي اسمها التيريز ميجور. طيب بالنسبه للميديال باوندري بتاعه، الميديال باوندري بتاعه بيمثل باللونج هيد اوف ترايسبس، سواء كانت انتيرورلي او بوستيرورلي، لونج هيد اوف ترايسبس. طب بالنسبة لللاترال باوندري، تلاحظوا ان احنا في منطقة النك، السيرجيكال نك بتاعت الهيومرس، من انتيرور للاترال اهو سيرجيكال نك، من البوستيرور اللي برضه السيرجيكال نك. طيب تعالوا نبص للابر تريانجولار سبيس. الابر تريانجولار سبيس في فوقها، في تحتها، في لاترال ده ابر السابسكابولاريز ماسل من الانتيرور، ومن البوستيرور التيريز ماينور. كويس. وطبعا ممكن نقول واخده جزء من الكبسول بتاع الشولدر جوينت، لا باس به يعني. طيب بالنسبه اللي تحتها التيريز ميجور انتيرورلي، والتيريز ميجور برضو بوستيرورلي. طيب بالنسبه لللاترال باوندري بتاعها اللونج هيد اوف ترايسبس. طب تعال نبص كده لللور تريانجولار سبيس. lower triangular space اكيد هيبقى لها upper boundary above، وفي لها حاجه medially وحاجه laterally. ال upper boundary بتاعها هي tris major. طب ال medial boundary بتاعها هو long head of triceps. لاحظ ان ال long head of triceps كانت medial boundary بالنسبه لل lower triangular space، وكانت ميديال باوندري برضه للابر كوادرانجولار سبيس، وكانت لاترال باوندري للابر تريانجولار سبيس. لاحظ الحكايه دي. خلاص احنا في اللور تريانجولار سبيس قلنا ان الابر باوندري بتاعها هو التيريز ميجور، الميديال بتاعها هو اللونج هيد اوف ترايسبس، واللاترال بتاعها هو جزء من الشافت اوف هيومرس. طيب تعالوا كده نبص على الكونتنت.
عشان نتكلم في الكونتنت. هي نفس الرسمة تقريبا، بس انا هحاول ان انا ايه ارسم عليها حاجات معينة كده ايه سريعا. يعني ارتري ده اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت لو حد فاكره. يعني قلنا على الاكسلاري ارتري كان بيديني ارتري تاني يمشي ورا السيرجيكال نيك بالشكل ده كده. كنا بنقول عليه ايه؟ كنا بنقول عليه circumflex posterior circumflex humeral artery. كان في نيرف بيمشي معاه ورا السيرجيكال نيك برضه، كان اسمه ال axillary نيرف. يبقى احنا كده خلصنا الحاجات اللي بتعدي في الكوادرانجولار سبيس، البوستيريو سيركمفليكس هيومرال ارتري والاكسيلاري نيرف. طب بالنسبه للابر تريانجولار سبيس، بص يا سيدي، في ارتري تاني بيخرج من نفس الارتري، من الاكسيلاري ارتري ده بيخرج منه ارتري يمشي تحت الاسكابيولا كانه هيلف حواليها، فبيسموا الارتري ده بسم الله بيسموه circumflex scapular أو circumflex scapular artery أو vein، لأن في vein بيكون مصاحب له ماشي في نفس الطريق ده. يبقى احنا كده خلصنا الكونتنت بتاع الابر تريانجولار سبيس. طب بالنسبه للور تريانجولار سبيس، اللور تريانجولار سبيس بقى في فين بيمشي ديب للترايسبس، الفين اللي ماشي ديب للترايسبس ده ماشي في الارم، فبيسموه ايه؟ فين ديب وماشي في الارم فيسموه ارتري، معلش، ديب وماشي في الارم برو فوندا بريكيوي. بروفوندا اي كلمه، اي حاجه فيها كلمه بروفوند يعني ديب، ابريكياي يعني تبع الار، بروفوندا بريكياي ارتري وبيصاحبه فين. كويس، اخر حاجه بتمشي في نفس السبيس دي اللي هي اللور تريانجولار سبيس بيمشي فيها الراديال نيرف، وان شاء الله هندرس الراديال نيرف بالتفصيل لما نيجي ندرس النيرفز بتاعت الار. بكده نكون خلصنا الانتر ماسكولار سبيسز. اتمنى ان انتوا تكونوا الموضوع بالنسبه لكم كله اتطور بالرسمه، كل حاجه موجوده على الرسمه ان شاء الله. السلام عليكم.